اليوم الساعة 2 بالليل قصفوا مطلعهم، قصفوا بيتهم فوقهم. هذا هو الناجي بحق كل عائلة، والد ووالدته وكل إخواته استشهدوا. حسبي الله ونعم الوكيل. أمريض، السلام عليكم. وين أنزل الحالة هذه؟ يحيى كيف حالك يا بطل؟ صاحي؟ تذكر ايش صار معك؟ تذكر ايش صار معك؟ كنت نايم الا فجأة نزل كل اللي حضر علي الا ما عرفت ايش صار. يحيى